تحية لحضراتكم، وكمان بجدد التحية لكل يوم ثلاث مع الناقد الكبير عمر البنوبي. عمر مساء الخير عليك، منورنا وبننتظر كل يوم ثلاث عشان نتكلم على حاجات كتير جدا. كلمنا ايه النهارده؟ انا والله بنتظر كل يوم ثلاث عشان اشوف حضرتك كمان، وعشان اشوف يعني جمهور شاشة قناة النادي الاهلي. ده شرف كبير ان انت كل اسبوع عندك فرصة تتكلم مع جمهور النادي الاهلي وجمهور الكرة المصرية. منورنا. واحنا بنتكلم معاك دلوقتي عمر في مباريات الشامبيونز ليج شغالة، صلاح وكوكا، يعني كوكا كمان بيلعب قدام المان سيتي، صلاح بيلعب ضد اتلانتا. كان اعتقد كمان الاسبوع اللي فات كان في شيء كلنا وقفنا عنده كمصريين وكنا فخورين بيه، وجود النني او شاره الارسنال على دراع النني في مباراه اليوروبا ليج او كاس اوروبا. فانت شفت ده ازاي عمر، من يعني من وجهه نظرك؟ وكمان نتكلم شويه على الحته الفنيه وتالق النني بعد غياب عن البريمير ليج. يعني طبعا هي كانت حاجه مشرفه جدا للجيل ده من اللعيبه، انه الجيل ده من اللعيبه قدر انه يبقى عنده لاعب موجود في واحد من اكبر الانديه في العالم، نادي ارسنال، ومن اعرق الانديه الانجليزيه، ويكون كمان معاه شاره قياده النادي ده. يمكن هي مش اول مره في تاريخ اللعيبه المصريين. عندنا برضو كنا اتكلمنا عنه هنا قبل كده في بدايه لما اتكلمنا عن اليوروبا ليج او يويفا كاب، كابتن مجدي طلبة مع باوك في بطولة يويفا كاب 92 كان شارط القيادة على كتفه لنادي باوك قدام باريس سان جيرمان، كان أعتقد دور 32. هي كانت لها قصة في باوك، كان وقتها شارط القيادة، أنت حضرتك عارف أنه في ثلاث مواقف أو ثلاث أنظمة لمنح شارط القيادة، منها الأقدمية، وده شائع في كتير وموجود هنا في مصر بالتأكيد موضوع الأقدمية، أو باختيار المدير الفني هو اللي بيرتب الكباتن بتوع الفريق، أو بالانتخاب. في الوقت ده كان بالانتخاب في نادي باوك، وكان في اثنين كباتن تم انتخابهم اوريدي. الصورة كمان قدامنا. بالظبط، ده النني. والثالث كان تم انتخاب كابتن مجدي طلبة، كان بدأ يتكلم يوناني ومتواصل مع اللعيبة كلها لها، وعلاقته بالاداره كويسه وشعبيته بقت كبيره هناك في وقتها، لانه ده كان ثالث موسم او رابع موسم له مع نادي باوك، لانه بقى من 89 لحد 92، فوقتها نزل ماتش باريس سان جيرمان ومعاه شاره القياده. اعتقد ان النني تفوق انه كمان موجود في نادي كبير جدا واسم كبير جدا في الدوري الانجليزي. فكره كمان ان النني خد انتقادات كتير جدا طول السنين اللي فاتت، يعني بعد خطوه بازل وانتقاله لارسنال، الناس ممكن بعض الاراء حتى فنيين الناس المتخصصه شايفين انه النني ما يستحقش يكون موجود في ارسنال. ما اعتقدش ده حقيقي. يعني انت بتتكلم على بعض النقد هنا في مصر، النقد هنا في مصر مش بره، لانه بره الوضع مختلف. التقييم تقييم فني، ممكن مدرب ما يبقاش عاوز النني زي ما شفنا قبل كده بعد ارسن فينجر ما مشي، لكن لما جه ارتيتا هو قال انا مؤمن بقدرات محمد النني وشايف انه يؤدي بشكل كويس، ولما رجع من باشا اكتشف من الاعاره اللي قضاها السنه اللي فاتت، وعمل مواسم عمل موسم كويس مع باشا اكتشف. لما رجع ارسنال هو رجع بنضج اكبر بخبرات اكتر، فقدر انه يؤدي الاداء اللي احنا شايفينه دلوقتي.